مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بلا شك اي واحد كان ضحيه ديال التبركيك، هذه الظاهره اللي منتشره بشكل كبير بين الصغار والكبار في المدن وفي البوادي. مراكش عندها علاقه خاصه بهذه الظاهره. اي واحد غادي يمكن يتعرض للتبركيك في الخدمه، في المدرسه، وحتى في الحومه. اليوم نزلنا الشارع باش نسولوا المراكشيين على ظاهره التبركيك، خليكم معنا. التبركيك هو السيد هو الاول، هو المدير ديال التبركيك، هو قاعد قبض غير الحيط، ما عنده ما يدير، مقابل غير اللي خرجت واللي دخلت، والهزه والحطه. اخو التبركيك ليلة يا الله، تقارنا اخو هذا الله، داخل انت وامك اخو تيحزيو، داخل انت واختك اخو تيحزوك، شو يقول لك واش اختك هذيك ولا صاحبتك، ليلة يا الله، مدخل معاك شي مقجيات شي حاجة، وبعض المرات اخو تدخل معاك القاع الدار خصهم يحنزوا اش واقع، تما تجي كنا مالنا الدار مخاص ما تعرفوش عباد الله يبيعوا يعرفوا داك الشيء في الزنقه، غادي تلقى الخبر وصل لهذا السيكتور، السيكتور اللي حداكم. بالنسبه للتبركيك غادي نعطيك انا سبيل المثال، بالنسبه للميتي ديالي، انا الميتي ديالي تندير شاف ديال سيكيورتي، او ميم طون تنقدروا نخدموا في واحد البروجي، بروجي تيكون الناس ديالي اللي خدامين معايا انا، يقدر يشوف واحد الحاله، واحد الحاله يقدر يكون صاحبك وميم طون باش يحرجك، فاش يبان هو كون كوا بانه انت راه اش تيقول تي ترونسميتي ليا كون كوا بانني هذاك السيد راه مخرج. هذه ما تنسميوهاش حنا بنطاق تبركيك، ولكن او ميم طون هي الا جا واحد اخر غادي يقول لك بيع بهذاك، ولكن هي في صالح الخدمه. او ميم طون تبركيك او ميم طون في صالح ديالنا حنا، تنبينو كون كوا بانه خدمتنا هذيك. اخو عاد تبركيك هذا بزاف، اخو الحومه الشعبيه بزاف، اخو راه فين ما درتي تلقى العوينات الدروبة، فين ما تلقى جماعة قاعدة تتم داخل تيسولك اخو هذا الشيء هذا الاخر. تبركيك اخويا ولات ظاهرة اجتماعية كتوجد عندنا في البلاد، لا في الشريعة لا في المؤسسات لا في كل شيء، ما عرفت واش الاسباب ديال داك الشيء، واش قلت ما يدار ولا ما عرفت واش ما انت سميتو، حيتاش تبركيك اصلا هو بحال قلتي فيروس، حيتاش الا كنتي كتبركي بواحد السيد راه كتنقل واحد العدوى عن طريق الاشخاص، الا بركتي بهذا غادي يمشي يبركك بهذاك، وغتنشر العداوه بين الناس والخلافات سميتو غتظهر لنا دي كونفليكت اون تري بيرسون. ودي خاص الواحد يديها فوق سوق راسو ويتبع شغلو هذا مكان. واه اللي موجود فين ما مشيتي كاين تبركيك. في القسم هنا فين ما ماني تاهم سبعه صالح الطايه فين ما كاينين. والله خويا الا قهرنا التبركيك، قسما بالله الا قهرنا التبركيك، وبالاخص الاحياء الشعبيه. عسي عليك اش دخلتي؟ واش خرجتي؟ وفين غاديه؟ وفين جايه؟ اللهم ان هذا منكر. إذا ما لقاو إلا ما لقاو يبداو يدخلوا ويخرجوا ويطلوا اش كاين في القفه؟ واش هزه في القفه؟ ومنين جيتي ومنين رجعتي؟ خويا أنا قررت باش نروح كاع أنا من الأحياء الشعبية ونمشي لشي بلاصة. على قبل تبركيك اللهم إن هذا منكر. تبركيك صعيب في القصبة، صعيب في القصبة صعيب. وبالأخص الأحياء الشعبية. انا عندي دابا واحد الولد راه مريض ليا غير بهذا التبركيك، تيضل عسري عليا اش دخل اش تخرج اش داير، وليداتها نقيين وليداتها زينين وليداتها ما تيكمي ما تيشرب. اخويا راه تقهرنا، انا بغيت نخرج بحالي من هذا الشيء، بغيت نخرج مقرره بغيت نخرج بحالي.